كنتمنى لهم السعاده وكنتمنى لهم بمناسبه السنه الجديده، كنتمنى لها باش ما قلبها اللي كيبغي ان شاء الله توصلوا ليلو بالسعاده. صراحه الانسان يكون شويه صبر ومن يجوج يحسب راسو بحال اللي داك الانسان بحال باه ولا ماما، ماشي غير يتقلق منه صافي يفضي، يصبر وكترجع العلاقه عائليه والانسان كيكبر مع بعض يعني. اللي جرى لي في الدماغ ديالي نعاودها لك، لان قصه حلوه في حياتي كنت كنقول الزينه الفاسيه ما عمري ما نديرها، وسبحان الله نهار اللي جوجت قالت لي العجوزه ديالي غنطلب منك واحد الطلب، طلعت في الدار قالت لي تعمل الزينه الفاسيه وعملتها، بصراحه عجبني راسي غير ثقيله بزاف، من حق كان اكسبيريونس زوين بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.